الآن تلحظ ما يلي. جريج اجتمع عليه أمران، دعاء والدته عليه، لم تدعو له، دعت عليه. والأمر الثاني تعرض امرأة معروفة بجمالها له، وكلاهما أمر عظيم، لكن لا دعوة والدته ولا جمال المرأة غلبه. بماذا غلبهما جريج؟ بصدقه مع الله. أما كان صادقا مع الله لم تضره دعوة والدته عليه، ولم تضره تلك المرأة المفتونة بجمالها أن تغويها. فأعظم ما يرزق به العبد الثبات الصدق مع الله.